بيكي كابلر بيبي راكيتيتش وزاك بالراس جول 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 المطرقة بيكي المطرقة بيكي فرقة كتالونية الليلة حلوة مثل قطعة الحلوى الشامية بعد أن أطاحت بالانتباهات الملكية براسية جيرار بيكي هو بيكي الصخرة الكتالونية يفاجئ الانتباهات المدريدية وبراسية المطرقة يغالط كايلور نافاس ويعطي البرشلونة أول أسبقية شوف كيبلر بيبي وصول متأخر والغدار بيبي طبعا لم يكن يتوقع جيرار بيكي بالراس يغالط نافاس يا سلام يا سلام برشلونة بأول كرة مضمونة فرحة 90,000 متفرج في ملعب الكامب نو. إذن البداية من نار في هذا المشوار. وأتي لمارتشيلو مارتشيلو يمشي مارتشيلو يراوغ يعدي جول 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 كريم 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 رغم كل الصعوبات رغم عذاب الأوقات الرائع بنزيما بنسماته الجزائرية بألوانه الفرنسية يتحدى كامل الانتباهات الكتالونية أحد ملوك مدريد بنزيما بالاستباجية يفعل ما يريد كريم بنزيما يرجع الريال لأجمل الأوقات الريال في الكامب نو الآن يلعب لعبة الأبطال كارباخال خوسي ويعدي كارث بير لرونالدو اللي حذر كرة جول كرة جول جول التورنادو التورنادو رونالدو سلطان الهدفين جلاد الجلادين محبوب الملايين بفنونه بكبريائه بجنونه الدون رونالدو وحده وحده كرة برتغالية عالمية السبيو زمان رونالدو الآن يا سلام يا سلام شوف الكرة شوف متعة الخطورة رونالدو هو رونالدو هو التورنادو ما يرحمش جباله في الشباك حتى له بالضربة القاضية وضعها له كريستيانو الرهيب رونالدو العجيب الريال يلعب بلغة الأبطال الريال الرويال زين الدين زيدان من زمان ناجح في هذا المكان وهذه هي الكرة اليوم متعة الكرة جابها في النهاية فلورنتينو بيريز عادية وحاول رصد الكرة هدف أول برشلونة جيرارد بيكي فعلها بيكي البرشلوني الأصيل كما يحب للمشجعين أن يقولوا هدف أول بيكي ضربة راسية غير عادية في مقتل يا بيكي يالها من كرة غير عادية بيكي ضربها براسة بيكي كلاسيكو من ثلاث نقاط ثمينة لبرشلونة إذا جاء شوفها غير عادية بيكي في حراسة ضعيفة من مدافعي ريال مدريد فكروا في نيمار سواريز وميسي نسوا بيكي ليرتقى فوق الجميع بالراس روعة بيكي روعة جيرار بيكي واحد لبرشلونة واحد لبرشلونة لا شيء ريال جاريث بيل تمريرات الوانتو ممتازة مع جاريث بيل بنزيما تمريرات متبادلة عند لوكا مودريتش تحرك بجانب مارسيلو سريعة لمصعة ريال مدريد مارسيلو في اختراق الدفاع مارسيلو مر يلعبها على يمين توني وعرضية خطيرة كريم بنزيما عودة اللوس بلانكوس
الخسر ولم نستسلم لسان حالهم. هدف التعادل يا كريم. بنزيما يعود لريال مدريد هتفه منظمة غير عادية من مارسيلو. توني كروس في العرضية، كريم الطاير في منتهى الروعة. ريال يتعادل في الكامنوب، يعود إلى أجواء المباراة. تعادل 1-1 الآن. تعرف ماذا تعني البرازيل، ثم بعد ذلك جهد بدني غير عادي ورحلة طويلة إلى غير ذلك. كرة تعود مرة أخرى لكارفاخال، مرتدة سريعة كارفاخال، مشروع هجمة خطيرة لريال مدريد. تمرير على جهة اليمين، جارث بيل، عرضية باتجاه كريستيانو رونالدو، استقبال جميل رونالدو. صاروخ ماديرا يهز أركان الكامب نو. دون يا تاريخ، وحدة على الطاير، استقبال غير عادي بالصدر جميلة من كريستيانو. شوفها مرة أخرى، الله على جارث بيل. رونالدو استقبلها بصدره، رونالدو باليمنى، رونالدو باليسرى، رونالدو بكل شيء قادر على أن يسجل. الله يا رونالدو، صاروخ ماديرا يفجر أركان الكامب نو بهذا الهدف الثاني، ويسجل ريال مدريد بعشرة لاعبين مع هدف مثير الجدل. هذه ربما تجعلني أتساءل أين برشلونة اليوم قبل أيام قليلة من مقابلة أتلتيكو الحاسمة في دور الأبطال. شوف الفرحة من جانب زيدان. هدف ثاني غير عادي من رونالدو، غير عادي. هدف يجعل سجل بيكي في 6-2 2009-2010، ويسجل بيكيه رأسية جميلة جميلة وسط الحراسة الغايبة من جانب دفاع فريق نادي ريال مدريد. يضع بيكيه الهدف الأول في اللقاء، وهدفه الثاني هذا الموسم، سجل في إشبيليا، يسجل النهاردة هدفه الثاني حتى في لقاءات الكلاسيكو خلال 26 مباراة. بيكيه بضربة رأسية في الدقيقة 56، هدف ولا أروع ولا أجمل. هذه الكرة ملعوبة، شوف هرب ازاي من بيبي، صعبة جدا صعبة جدا. إذا كان الام اس ان لم يسجل فإن بيكي يسجل في هذه اللحظات، وهرب من الرقابة وعدى وفات ولعب الكرة رأسية لا تصد ولا ترد. هدف أول كتالوني، هدف أول للبلاو جرانا. عن هناك ردة فعل من النادي الملكي، انطلاقة مارسيلو، مارسيلو في انطلاقة من جنب الشمال، مارسيلو يتقدم لكن اللمسة الأخيرة عدى وفات مارسيلو، عملها حلوة لكروز، وممكن تعادل، وممكن تعادل، والتعادل التعادل يأتي عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 62. كريم بنزيما يسجل في هذه اللحظات هدفه السادس في مباريات الكلاسيكو، وهدفه رقم 21 هذا الموسم. هدف تعادل ملعوب، هدف تعادل ملعوب من كريم بنزيما. شوف الجمهور الوافي اللي جاب مدريد، وهدف تعادل لبنزيما يأتي في الدقيقة 62. حد حلو قوي مارسيلو، محدش قابل هنا بقى. الكرة دي فيها خطأ، وادي الكرة تلمس وتغير اتجاهها. هجمة حلوة الحقيقة، مارسيلو الحسنة الوحيدة لمارسيلو في اللقاء، وأيضا من توني كروز تلمس في قدم قلبة وتتصلح لبنزيما المرة دي في وقت كان ممكن أول ريال يسجل. عاملين مباراة كبيرة جدا. كارفاخال انطلاقة لعبها حلو، أول خيسيه إلى اللاعب جارس بيل. كريستيانو رونالدو الرأسية، استلم حلو ويسدد وجول، يسدد وجول، جول. ريال مدريد يسجل، ريال مدريد يسجل كريستيانو رونالدو. كرة روعة روعة من نجم اللقاء جارس بيل، وكريستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 29 هذا الموسم، ورقم 16. ورونالدو يسجل في الدقيقة 85، رونالدو يسجل في الدقيقة 85. استلام ايه؟ بص الانطلاقة وسط ملعب، يعني واضح الغياب في وسط الملعب تماما بعد خروج راكيتيتش وابتعاد انيستا عن اداء دور دفاعي. جارس بيل انتقل في هذه الجبهة اليمنى واستغل المساحة، متفوق على قلبة كريستيانو رونالدو، استلم وألبس فين؟ ألبس راح في اللقطة الماضية، وكريستيانو رونالدو يسجل ما بين قدمي كلاوديو برافو هدف لريال مدريد، يأتي في وقت قاتل في الدقيقة 85. 2-1 لصالح النادي الملكي. الكلاسيكو الأول لزيدان. هل يكون هذا الكلاسيكو يعني هو الإعلان عن